مثل كل عام بتتزين الشوارع والطرقات اللبنانية بأشهر تموز آب وأيلول بالنمر الخضراء، وبتتسابق شركات تأجير السيارات على تقديم أفضل الخدمات والمواصفات. صيف 2018 ما شز عن هالقاعدة، والطلب على سيارات الأجار مرتفع نسبيا. فهل يعتبر هالأمر مؤشر على ارتفاع الحركة السياحية وازدياد النشاط الاقتصادي؟ طيب ما الأوتيلات بيقولوا لك ما في شي حجوزات، كيف بيكون دليل؟ الدليل هو انه اذا في اوتيلات مفاوله يعني مزبوط تأجير السيارات يمكن اللبنانيه او السوريه، ما قلت لك في سواح بس مش نحن. بقولوا لك انه بالاعلام حجوزات وجاي وجاي، بعدنا لحديت هلا بعد ما في شيء اللبنانيه نحن الموجودين هون. تأجير سيارات في كم واحد معيشه عقده بده ينتقل من مطرح المطرح بروح بيستاجر له سياره بيقعد تاني نهار بلا اكل. نمر خاضر مين؟ لا اللبنانيه بس، المغتربين اللي جايين يقضوا فتره وفلين، غير هيك ما في. اللبنانيه بحبوا يفشخوا مثل ما بيستعملوا، بيشتروا سيلولار بالتقسيط، بيشتروا سياره بالتقسيط، بيستاجروا بالتقسيط كمان. بيستاجروا اوفر لهم 20 دولار بيروحوا بيستاجروا. ما في هالحركه القويه او هالاجار القوي الا اولاد البلد، يعني اللي ما معه سياره بيستاجر. بتشوف مثلا في سيارات نمرتها بيضة عم تشتغل مع انه هي ما لها حق كمان تشتغل، عم بيشغلوها مكاتب السيارات. نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات بأكد على تراجع الحركة حوالي 35% عن العام الماضي، وسوء الأمور ما توقف على التغيرات الكمية إنما النوعية أيضا، فالطلب على السيارات الكبيرة والفخمة شبه متوقف، ومعظم الشركات عم بيكون تركيزها على السيارات الصغيرة ذات الأسعار المتدنية. كما أنه القيمين على القطاع عم بيلاحظوا تراجع مدة تأجير السيارات بالمقارنة مع الأعوام الماضية. أما عن سبب الضغط على مكاتب الأجار فهو بعود للأسباب التالية، لأن كان قبل بالسنة 2004-2005 كنا بحدود 23 ألف سيارة، جعنا اليوم 14 ألف سيارة. نحن كنا أول شيء 340 شركة سكروا نصهم تقريبا، نحن 160 شركة اليوم و160 شركة عم بتعاني لأن ما في حدا حدنا. قد تكون مقولة حركة بلا بركة هي الجامع الأول لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والأمال كلها معلقة على تشكيل الحكومة وتخفيف المناكفات السياسية وتشجيع عودة السواح والمغتربين إلى ربوع لبنان.